وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السفير حمد أحمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السابق. سيد العامر، بداية نرحب بك في نشرة الأخبار، وهل لك أن تطلعنا عن كيف تصف النهج التشاوري الذي يعتمده قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله حول مختلف المستجدات؟ أولا شكرا على استضافتي في هذا اللقاء المهم، وأحب أن أوضح أن هذا اللقاء التشاوري يأتي بين قمتين، القمة السابقة والقمة اللاحقة، وهو طبعا لقاء تشاوري بدون جدول أعمال، لأنه لقاء يعني مثل ما يقولون يقعد القادة ويتشاورون بانفتاح، ويكون هناك مراسم يعني التقليدية التي جرت أو التي تجري في القمم السابقة. وأول قمة عقدت للتشاور في أبو ظبي عام 1998، يعني الآن مضى حوالي 18 عاما على قيامها أو على بدء يعني العمل فيها. الحقيقة القمة التشاورية التي أمامنا الآن هي تحرك سياسي كبير في منطقة الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج. وفي هذا الإطار العام ينعقد هذا اللقاء التشاوري أو انعقد هذا اللقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قائد والمجلس. هذا اللقاء طبعا المهم أن نعرف أنه هو يأتي من أجل تعزيز الوحدة والاتحاد وقيم السلام وإنهاء الخلافات بين دول المجلس وتصديرها ووحدة الصف، والتي هي من أهم الأمور التي يعمل المجلس على مناقشتها بصورة يعني ودية. لذلك فعندما تستضيف المملكة العربية السعودية هذا اللقاء، والتي هي قد تكون هي أكثر دولة استضافت القمم أو اللقاءات تشاورية، فهي لأنها تريد أن ترعى هذا التجمع بالصورة التي تساعد على مزيد من التحرك والاتحاد في مسيرة مجلس التعاون المباركة. نعم، في سياق ما ذكرته سيد العامر، وكونك أنت مختص في هذا المجال، كيف تقرأ تطور العلاقات الخليجية وعمقها أيضا في ظل التفاهم الدائم حيال مختلف القضايا، سواء كانت إقليمية هذه القضايا أو دولية؟ أخوي حسين، يعني أنا أنوه هنا بنقطة قفلتني في البداية، وهي نعم. أن القمة التشاورية هذه اليوم بالنسبة للبحرين هي قمة متميزة، لأنني أرى فيها أن سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك في الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب استشار الأمن الوطني هو رئيس وفد البحرين نيابة عن حضرة سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم، وهذا تأكيد ودليل يوضح مدى يعني اهتمام البحرين بهذا اللقاء التشاوري الذي يعني ناقش الكثير من القضايا الإقليمية والدولية. وطبعا كان هناك طبعا مثل ما تفضلت كان هناك توافق، يعني دول المجلس في هذا اللقاء دائما لديها مثل ما يقولون خط وتحاول ان تراجع فيه ما بين القمتين مواقفها تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية، وكيف تعمل يعني كمنظومة واحدة تجاه هذه القضايا. طبعا مما يعطي طبعا هذه بعد مهم نحو مزيد من التفاهم الخليجي حول العلاقات الخليجية أولا وبناء المستقبل الجديد وخطط ورؤى التوصل إلى المواطنة الخليجية المتكاملة التي تعتبر من أهم أهداف القاعدة الدولية. طبعا بعد أن قطع بشوط مهم وكبير وناجح، ولذلك يصبح أمر هذا اللقاء التشاوري يعني مهم جدا للإعداد
للقمة القادمة إن شاء الله في ديسمبر، وفي نفس الوقت لأن تكون مثل ما يقولون دول مجلس التعاون على يعني على اطلاع وأراءها متطابقة تجاه كافة المستجدات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية العالمية. نعم. وهي طبعا كثيرة وحساسة وتحتاج فعلا إلى مثل هذا اللقاء التشاوري الذي يستطيع أن يعني يضع المجلس في مصاف الدول التي لها دور مؤثر على هذه القضايا العالمية. نعم. إذن سعادة السفير حمد أحمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السابق، شكرا جزيلا لك.